السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي كل مشاهدي قناة أتري إفريداي. الجميل اللي قدامنا ده اسمه أتروبا بليادونا، يعني السيدة الجميلة، وبالمصري اسمه ست الحسن. هو نبات عشبي له فوائد علاجية كبيرة جدا. قبل ما نتكلم عن فوائده العلاجية، أحب الأول أتكلم عن طريقة إكثاره. فهو بيتكاثر بطريقة خضرية، يعني اي مكان بنلاقي فيه الزرع ده بنقطع منه عقله صغيره كده خضراء، لا يشترط اطلاقا سمكها ولا طولها ولا اي حاجه. بنقطع منه عقله وبنحطها في التربه مباشره، او بنحطها في الميه يومين ثلاثه اربع خمس ايام بالكتير، هنبص هنلاقي الجذور بدات تطلع بسرعه. النبات ده بيشتهر بان هو النبات الاسرع تسلقا في كل النباتات، وهو ليس متسلق فقط، لا هو أيضا نبات مداد، فممكن يمد على الأرض ويعمل تغطية خضراء لمساحات كبيرة، وكمان يعتبر من النباتات المتدلية، يعني ممكن يتحط في بط أو قصيص ويبقى زي البوتس، يتدلى من القصيص ويبقى شكله ديكوري جميل. النبات ليه استخدامات علاجية كتيرة، منها طرد البلغم، منها الناس اللي عندها متلازمة القولون العصبي. ثبت ان نبات ست الحسن محتوي على مواد كيماوية بتعمل على تخفيف تقلصات المعدة، والمواد الكيماوية دي الأتروبين، ونقدر نسأل بعض الأطباء بتوعنا عن صحة المعلومة دي. كمان يعتبر مسكن الألم، هو في خصائص مسكنة، عشان كده بينصح بتناوله لما في حالات الإصابة بالصداع، وخصوصا الصداع النصفي. بتطحن الأوراق وبتتمزج بالمية، وبعد كده بتقوم محطوطة على مكان بشكل خارجي، ما بيتشربش ولا حاجة، إنما بشكل خارجي على مكان الصداع في الرأس. طبعا هنا قدامنا بنحاول ننسق النبات وبنحط له دعامات علشان خاطر يقدر يتسلق عليها، وبنربط له الخيوط عشان خاطر النبات متسلق بيلف بشكل لولبي حلزوني كده حوالين الخيط. نبات جميل، مزهر، بيستخدم بشكل خصوصي في الأسوار، المنازل، أسوار الفلل، الحدائق. بيغطي مساحات في وقت زمني قليل جدا. الأحمر ده نبات كوليس أو سجادة، مزروع معاه بس في نفس البرميل، لكن أنا النهاردة بركز على النبات اللي لونه أخضر ده نبات ست الحسن. طبعا هو في الصورة هنا ده شكله هو لسه مزروع، لكن لما بينمو بيكبر بشكل سريع ويتغول وبيغطي مساحات كبيرة جدا. بصراحة من النباتات الجميلة، أزهاره متعددة الألوان. أشهر نوع اللي هو النوع الأرجواني أو النوع الموف ده المنتشر، وفي منه أنواع تانية، حتى شكل الورقة بيختلف. هنا الورقة بيتميز بالشكل الخماسي زي كف الإيد، بيشبه إلى حد كبير نبات مخلب القط. إنما في أنواع منه تانية شكل الورقة مختلف، بتبقى شكل الورقة كده عاملة زي الكف. أزهاره متعددة الألوان. هنشوف دلوقتي مع بعض جمال الألوان بتاعته. بصوا لما بينتشر ده اللون اللي بقول عليه الأرجواني، المنتشر في مصر والعراق ودول شمال أفريقيا، في أوروبا، في كندا. بصراحة فعلا نبتة تستاهل إنها تتسمى ست الحسن والجمال. منظرها جميل جدا، بسم الله ما شاء الله، مريحة للنفس، ألوانه رائعة. ده لون من الألوان، وبرضو النبات متسلق، وده نوع تاني. بصوا حتى منظر الورقة مختلف ازاي، وده لون تالت. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم.